السياسة أشبه بلعبة الشطرنج. هلو بمقلب جديد. اليوم حبيت اهدي كميليا اخر بقت ورد بس على طريقتي الخاصه. تعالوا نشوف شو رح يصير. شو بدك منه؟ تعطيها ورد. روح اعطي حدا غيرك. انا بحب هاي البنت، ممكن تعطيها من كل هالبيس. خجلان منك. بتعرفني هي؟ ايه في معرفه. مرحبا. هلا في شاب اعطاني اياها عم يعطيك. مين هو هي السيد؟ وين اختفى؟ عن جد بلا اخلاق. بتعرف شو مكتوب في الكاب؟ مكتوب بالعمى شو بشع. بلا اخلاق. انا مدخل بيوم عم شوم عليك. شو؟ اذا قال لك مش عايز تقول لي عمري بدي بقلع هيك. هلا لو شوفه بدي بهد. ليش عم دخل بحبنا طيب؟ روحوا لا ما بتلاقي. ما انا مخانقي ما بعرفه لهيدا مين. تفو محامي الدفاع عنا انت؟ شو عليك؟ كرمالي ما بدي خلص كاميرا خفية لك كاميرا خفية كاميرا خفية لك كاميرا خفية هاي وردة هدية تعطيها شي وردة حلوة كيف بدي أقول إني أنا مريضة وخلال أيام بس حياتي رح تنتهي كيف؟ كيف بدي أقول إن التحاليل اللي عملتها كشفت عن مرض خطير وغريب ما إله دواء؟ ما إله دواء؟ أنا إمتى آخر مرة حكيت مع نوال بنتي؟ لتكوني داعية علي شي دعوة وجابتني أرض؟ ما بعرف. المهم يلي صار صار. لا هيك أنا لازم بعد عن جيجي شمس مضيئة سنبلتي الذهبية للأبد لازم خليها تكرهني مشان بدي زعل علي وقت تحين الساعة وامضي بطريقي بس أنا ليش عم بحكي مثل رامي كمان ما بعرف كيف بدي أقول لمنى ولار ورام ومحمود إني مريض وراح ودعون عن قريب أحسن شي يكتب له رسالة ومثل أي كائن نبيل اختفي من حياتهم مشان يعانوا معي ومع مرضي ولازم بهي الرسالة اكتب كل الحقيقة يلي كنت مخبيه عن الكل حقهم بعد ما فارق الحياة يعرفوا حقيقتي ويعرفوا السر هذا هو الحل أنا لازم أكتب رسالة كثير حلو واحد يقضي يوم العطلة مع أخواته شفت؟ ما في أحلى من العيلة مشان هيك الواحد لازم يحافظ عليها محمود كلارا شبك ليش هيك عم تلعبي؟ إذا ضليتي هيك رح يهرب الوحش لعبي منيح حالا رح تقضوا علي ما رح تقضوا على الوحش مين عم دق لك؟ هذا لا تقول لي محيي تبع امبارح يلي لقطتك معه لا لا هذا رفيقي كوباتي كوباتي كوباتي؟ ايه ما بتعرفي انت ما بتعرفي هذا رفيقي من جنوب افريقيا عايش بالسودان هو رفيقي بس انت يعني ما بتعرفي ايوه ارد حبيبي لا 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 انا 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 بحكي بعدين عم بقول لك رد حاضر كوباتي صديقي يا زول كيفك انا سعيد جدا انك تتكلم معي كده كوباتي مين كوباتي بعدين ليش عم تحكي معي سوداني يا زول انا 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 قاعد مع الاهل في زول على يميني وزول على شمالي والزول الكبيره قاعده تراقبني يا زول انا ما افهمش عليك بس انا انتظرك من نصف ساعه كوباتي يا صديقي
أنا أحاول أزوغ من الوحش وأجي. طيب لا تطول يا زول، أنا بنتظرك. كتر خيرك يا زول كده. إيه وشو بده هذا كوباتي أفندي؟ ما أنت ما سمعتي؟ يعني سؤال وجواب. كيفك؟ كيف صحتك؟ منيح الحمد لله. أنت هيك يعني؟ وما زالوا من جنوب أفريقيا، ليه عم تحكي معه سوداني؟ لأنه هو عايش بالسودان وأنا ما بحكي جنوب أفريقي. بسم الله عليك، فطحل أنت بالسودان، فطحل. يعني بلطش تلطيش. أنا قايمة أطبخ. لارا، رامي، حاصروا. ولا يهمك. أنا بدي أقوم على الحمام. 10 دقايق معك رح أغير الساعة وترجع ترز على محلك. انتبهوا. لازم نلاقي حل، لازم نلاقي حل واطلع. لازم اشوف لك شو بدي اعمل، شو بدي اسوي. فكرة صحيح خطيرة شوي وممكن انجلط، بس معلش كله في ايدك اميليا. المهم لازم اشوفها. يا لينا محمود، فصلت الكهرباء زي العمال القاطع. يلا جاي جاي. ليش انا يعني؟ خلي رامي ينزل. هي المهمة مو مهمتي ومو جاهز لهيك مسؤولية. طيب خلي ليرا. بالله وطفولتي بدك تهدري هدر؟ بلكي تكهربت. اوكي جده. جدك هلا اجى من المستشفى عم يرتاح بغرفته. وليش ما انتي؟ بالله شو؟ بدك يعني انا اترك المطبخ وانزل ارفع القاطع وانا عندي شحط مثلك طويل عريض رافض رجع على رجل؟ فشلت. كم مالي نازل؟ عم اقول لك انزل والا ها. طيب حاضر. كامي كلمة السر كوباتي. خد البوس هدول، معقول لسه نكون مراقبين؟ يلا بسرعة. صحيح. محمود؟ كامي. محمود؟ كامي. شبك؟ تذكرت اني زعلانة منك. ليش؟ لأنك امبارح تأخرت علي. كامي انت بتعرفي انه البيت كله عم يشتغل برج مراقبة علي وماما ما بتخليني اطلع. امبارح ناديتني محي واليوم كوباتي. بتعرفي ليش؟ بسبب امي، لانه ما بحسن لها انا شيء. خلص اصلا نحن مو جايين نفتح سيارة، يلا خلينا نصور. كامي انا قال لي جده انك حابب، مبروك. كامي انا وكمان بدك تحكيني عنه؟ خلص ارجوك محمود، نحن جايين نشتغل، يلا تفضل. بمقلب جديد. اليوم كامي عندها مشروع لازم تقدمه بالجامعة. شو هو المشروع؟ انه هي تشوف قديش في شبه بين صوت الحيوان وصوت الانسان بال مياو مياو. كيف يعني؟ عندي بروجي للجامعة، فيك تشاركني فيه؟ بدي شوف قديش نسبة صوت الانسان بيشبه الحيوان. فيك تقلد مثلا صوت السينة؟ نوي؟ اي نوي، ما تستحي نوي يلا. مياو مياو. حصان. طب عصفور. واو واو. ديك او اوكي. خروف. ما كمان. ما طب النمر. هيك بطوط. يلا بطوط وبطوط معنا. معنا. ايه ليكنا وصلنا على البيت. ايه كامي. إيه؟ شو رايك نتصور سيلفي؟ ايه يلا. حلو. بدي احكي لك عن حبيبتي. مصر يعني؟ صار صار شيء. طب ليش بدك تحكي لي إلي بالذات؟ لأنك أنت الإنسانة، أنت الوحيدة يعني، أنت أنت كامي يعني اللي بتفهمي علي. ليش؟ لأنك عندك نفس الإحساس والمشاعر وممكن تفهمي. محمود
تيجي على الشباك، انا لازم اروح. يلا باي. انا خويف خويف، انا جبان، انا بطاطس بالباذنجان، انا كل انواع الفواكه والخضروات والمكسرات. يا الله يا رامو، معقول اليوم ما عم تعرف تلعب بالنوك هيك؟ هي رابع مره بيهرب الوحش. يلا قوموا على الأكل. محمود نادي لجدك بسرعة. حاضر. لقطتك. شو لقطتني محمود؟ ما بشي ما بشي. شفتك خبيت اللي عم تكسبه وعم تمسح دموعك. لا لا ابدا ما بشي محمود ما بشي. جدو انا بعرف، لا تحاول تخبي علي. شو بتعرف؟ بعرف كل شيء، بس تأكد منيح يا جدو انه انا رح كون واقف جنبك ورح ساعدك بكل شيء. ومن وين عرفت؟ انا بعرف يا جدو، مو قلتلك؟ بس بعرف كمان انه انت بتعتبرني انه انا مصيبه العيله كلها، ودائما انت بتقلي انه انا مخيوك. بس يا جدو انا ذكي ومقدام وفيني ساعدك بكل شيء بدك اياه، بس انا ما بحب اظهر ذكائي كله مشان ما تصيبوني بالعين. خايف يا محمود؟ انا خايف. لا تخاف يا جدو، لا تخاف، انا معك ووعدتك اني رح ساعدك بكل شيء، وكل مصيبه وكل مشكله حلها اسهل ما يكون. أسهل؟ طبعاً، على قولة رامي قال لازم تتحدى مخاوفك وتواجه ذاتك، وإلا ما تصير معك شي معجزة تغير لك حياتك. هيك قال رامي؟ إيه. بس يا جدو النتيجة اللي طلعت ما بتخلي عندي أمل. لا لا يا جدو، ما بدي إياك تضعف ولا بدي إياك تيأس. طول عمرك أنت يا جدو، كيف بدي لك يا فريد الفريد، كنت مكافح عصامي وبنيت نفسك بنفسك وعاركت الحياة وتحديت المصاعب. صحيح إنه هيك الأيام لطشت فيك يمين وبيسار ومرمغتك بالأراضي، وصحيح فشلت بكل شيء عملته، بس عن جد كل ما بنيت حجر على حجر وقعته. بعرف إنه شيء بإيلك وشيء مو بإيلك، يعني شيء بقصد وبدون قصد. وبالأخير أنا آسف لك إنه لا صفى لك بيت ولا صفى لك مطعم ولا صفى لك رفيق، حتى عيلتك كل واحد منهم بديري وما حدا سأل عنك. بس شو يعني كل حين ومين الواحد من أولادك ليتحركش فيك هو بيسأل عنك، ويدوبها يدوب إنه يتصل اتصال كمان لك، حتى نحن يلي هون وساكنين معك يدوبها يدوب نتذكر لك كيفك يا جدو. بس عن جد أنت بتضل معنوياتك عالية وما همك حدا، وعم تصبنا على الرايحة والجاية. ليش كل هاد؟ ليش؟ لأنك فريد من نوعك يا فريد الفريد، يلي مثلك انقرضوا من زمان. بصراحة ما كنت متوقع منك أنك تكون واقف معي بهيك موقف يا محمود. ولا يا جدو، هلا المهم بديك تقوم تغير ثيابك وتشبشب لي حالك لنبلش بالخطة. خطة شو؟ تحدي منى. تحدي منى بشو؟ بكسر كلمته، مثل ما كسرت لنا قلبنا انا وانت. لازم نرجع كاميليا وجولييت لقلوبنا. ايه فعلا محمود، انت اثبتت لي انك ذكي وفهمان. خلص اسبقني وانا لاحقك. لا تتاخر مشان نبلش بالخطه. خلص ولا يهمك، روح وانا هلا بلحقك فورا. روح. الله معك الله معك جدو. يلا يلا الله معك. من يوم يومك عن عساس فهمان وزكي. هو وين؟ هو أنا وين؟ بس أنا لازم مو بس بعد عن شي، أنا لازم خليها تكرهني، خليها تبعد عني. آسف جيجي حبيبتي، أنا مضطر أمحي من ذاكرتي كل شي حلو منشان ما تتعذبي بعد رحيلي، ولازم كره عيلتي فيني كمان حتى ما يتدمروا من بعدي. اسكوزي أمور جيجي، اسكوزي بيلا فاميليا.
Scusi todos. وقف عندك. والله ما عملت شيء. استنى ليجي جدة لأني عاملة هاي الأكلة على شرفه. مو عيب تاكل قبل ما يجي؟ عيب عيب. طبعا. بالتأكيد. خلاص مع العيدة، والله مع العيدة، خلاص عيفيني مع العيدة. سماح المرة. يا سلام. يا سلام، شو هالقعدة الحلوة؟ أهلا وسهلا. شو هالقعدة الظريفة؟ أهلا وسهلا بابا، أو عملت لك هي الكبة اللبنية اللي أنت بتحبها. هلا هاي الأكلة يلي أنا بحبها. بابا هي دايما بعمل لك إياها وأنت بيطير عقلك فيها. هلا بنشوف. شو هالقلة الجوع هاي؟ ما بتعرف تقعد أنت؟ شو بك بابا؟ شو بك؟ طول بالك. شو بدي طول بالي؟ كنت تاكله قدامي ها؟ كنت تاكله قدامي. تقعدوا على بالعادة السيد هو اللي بياكل أول واحد على الطاولة وبس يشبع بقية العيلة بتاكل، فهمتوا؟ بس شو ما بدي بس ولا شو؟ ما بدي حدا يحكي على الطاولة، فهمتوا؟ هي اسمها اللي تذوق. طول بالك بابا، طول بالك حبيبي. شو هالطعم المقرفي هاي؟ طيبة طيبة بالعكس، دقتها من شوي من الطنجرة. دقتها من الطنجرة؟ ايه دقتها. دقتها من الطنجرة؟ ايه. اللي تذوق وأدب، اللي تذوق وأدب. بس لو كان هون مفتاح بابا؟ لو كان هون لا تقول اسمه، بقلك لا تقول اسمه. كان عرف ربعيان بدي اقول اسمه وبدك تسمعي. حاجتك مياع وضعف بقى، حاجتك مياع وضعف. اصلا ليش تركت مفتاح؟ ليش؟ لانك ما عرفتي ربيتي ولادك ولانك ما بتعرفي تطبخي، فهمتي ولا لا؟ فهمتي ولا لا؟ وينك يا مفتاح بس؟ وينك يا مفتاح؟ تعرف لو حكي معي جدك كنت ماسك عدله. شو تقولهم؟ تولد تولد. انا بمدح قصدي، انا بحبك كثير جدو. عجبك؟ شفتي شو عملتي بجدو؟ شو عملت؟ كله بسببك، من لما بعتي جيجي عنه صار معه صدمة عاطفية، صح يا رامي؟ ممكن، الصراحة فاجأتني يا محمود، صار عم تفكر، أول مرة بتحل الموقف. صراحة أنا ذكي ومقدام ونبيه، بس ما بقلكن. معقول هالشي؟ إيه معقول ماما، لأنه جيناتكم الظاهر بترجع لما قبل التطور البشري، لهيك لما بتصير معكم صدمة تتحولوا لأشخاص غريبين. جيناتكم؟ أساس أنت ما جيناتك نفس جيناتنا. برجع وبقلك أنا مسيطر على أفعالي وتصرفاتي المكتسبة، ولهيك بطهر جيناتي من جذورة القديمة. بتطهر قلتلي أساس جيناتنا مفيرسة يعني؟ مفيرسة؟ أدرى، لأنه ماما لما صار معها الصدمة وعطيناها هداك الدواء فقدت توازنها مع المجتمع، وهلأ جده فاقد توازنه وفاقد اتصاله مع ذاته القديم، وجيناته اللي بترجع لما قبل التطور البشري بلشت تظهر على السطح. يعني جده صار بطل خارق؟ هيك شي. ياي شو ياي تاني شو ياي يا مصيبة؟ أنت السبب. حاجة تقلي أنا السبب، حاجة تقلي أنا السبب، أنا مو السبب، أنا مو السبب، أنا مو السبب. واحدك نوحر العشب مسكني من خواني. قال اسمه لشو اسمه أربع مرات، أربع مرات بوشي، أربع مرات. ماما ماما هو ما قصده يجرح مشاعرك، الظاهر نحن قدام صدمة قاسية ولازم نواجهها لأنه جده هلأ بحاجتنا كلنا. خلاص رح أتصل مع جيجي وكامي وخليها تنزل ونصالحهم مع منى. فشرت، هذا الشيء مستحيل يصير. للأسف محمود كمان هالمرة فاجأني بتقريره للموقف. شو قصدك انت التاني؟ ماما هذا الحل الوحيد. يعني هيك بدكم تكسروا لي كلمتي اللي قلتها؟ خلص بيت الفريد والسعادة ما بيحكوا مع بيت حرب والعز. للأسف ماما رح نضطر نكسر كلمتك لنرمم جرح ومشاعر جده، وبحب قلك إذا ضليتي هيك معندي على قرارك
راح نخسر جده البشري وراح يتحول لكائن كائن بخوف ويدمرنا كلنا. ماما ردة الفعل اللي عملها جده منحنية وبتخوفها. منحنية؟ من أصعب ردود الفعل بالعالم. يبعت لي حمى عليه على هالصدمة. بس مش تيجي شي مرة احكي شغلي بهالبيت وتمشي. خلاص أمري لله. رح اتصل لجيجي وكامي وقول لهم ينزلوا هلا. لا ماما لازم تحكي مع جيجي وتعتذر منها. لا 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 هون وبس مستحيل. نمنم شو حكينا؟ ماما يلا خلص ماشي ها. الو انت من انت بدخن هيك بال من هاي اللحظة؟ عندك شي مشكلة؟ عندك اعتراض؟ حابة تقولي شي يعني؟ لا 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 حبيبي أبداً لا أبداً أبداً ما عندي شي. البايب بيخلق حالة من التوازن بالهواء النقي بالجو. كيف يعني؟ هيك يعني هيك. محمود يعني جد بدي أرجيلي كمان. نعم شو؟ قصدي أرجيلي هون بالبيت بابا. يعني ريحتها بتضايق الأولاد بتضرهم للأولاد ريحة الأرجيلة بالبيت. شو قصدك يعني؟ ها؟ بلتي وحاب ارتاح فيه، يعني شو بعمل؟ ابعدوا لمحمود من شعره مستقر. لا يا كاني بيشغلين، قليني شو بدي كاني اعمل؟ لا 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 حاضر جدو، بس بجيب لك اصلي برقيلة. هيك؟ اوه بتجيب لي 3 كيلو كنافي معك كمان. شو؟ 4 كيلو. حاضر! 4 كيلو. وبتكتر لي الاطراد كمان، فهمت؟ ماشي! شو بكون؟ هلو بملعب جديد، اليوم قررت اني اشطف لهيك تعال نشوف كيف اشطف. شو بيك عم تعمل هيك؟ كنت ارسم سقف. طش مي مي طش مي مي تب علي؟ ايه شباب رعم صباح الخير بابا يعني الله يخلي خلينا نقعد هنيك والله بتضل شايفنا هنيك ما حدا بيتحرك من محله بتضلوا قاعدين هون فهمت ولا لا فهمنا بونجور محمود بونجور محمود بونجورات بونسورات بونبونات حبيبي فريدة وينه جوا تفضلوا بس لحظة شوي في شي فريد لسه تعبان لا ايه قصدي انه بعد ما جده فريد بعد عنك يوم كامل هذا وكمان قرار ماما القاسي بحق الكل فأثر علينا شو قصدك بحق الكل؟ منا منعتني بس انا وفريد نحب بعضنا ونحنا اضطرينا نتيجة قساوة قلبها نطلب من الكل ما يتواصل مع بعضه ايه انا هيك قصدي انه الكل ما يتواصل مع بعضه صار مع جدي ازمة عاطفية وصار غريب شوي غريب؟ كيف يعني؟ كيف بدي اشوف؟ يا تريلاني لك شو ساعه على الباب؟ انا ما عندي حدا يضل واقف على الباب عم يطق حلال شو بدهم يقولوا عني للجيران؟ طموا ميسا طموا سمعتي؟ على قولة رامي صار معه ردة فعل منحنية يعني هيك منحنية؟ ايه اوموديو اوموديو تفضل تفضل يا ميت اهلين وسهلين يا ميت اهلين وسهلين بعروستنا الحلوه اهلين من النوم اهلين خجلتيني حبيبتي حبيبتي اشتقت لك من قلبي
حبيبتي لا تواخذيني على اللي صار يعني. نو 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 نوم ولا يهمك، بين الاهل بصير اكثر من هيك. ايه مزبوط، بعدين نحن عائله واحده صح؟ ايه اكيد اكيد. تقبري قلبي تقبري قلبي، تفضلي تفضلي يا ميت، اهلا وسهلا بهالقامه وبهالعين، تفضلي. فريد والحمد لله على السلامه شيري. اهلين، ميرسي على اهتمامك وذوقك. اهتمامي فريد؟ انا امبارح ما عرفت نام من قلق عليك. بسيطه، كنت خدي لك حبتين من وين كانوا سطحوكي سطح. بنسطح سطح؟ اي، واذا حسيتي انه راسك تقيل ودمك سميك وما فيك احساس، خدي لك اربع حبات بتنسط لي السطح. بنسطي السطل؟ حبيبي فريدو ليه عم تحكي معي هيك؟ بعدين ليه عم بتأرجل؟ وانت شو دخلك؟ ليه عم بتأرجل؟ شو دخلك؟ ما تكوني مفكرة حالك من عيلتنا يعني وصدقتي حالك. اوه، شو هالقلة الذوق هاي؟ وقت البت كانوا بتجوا لعنا وبتدقوا الباب وبتفوتوا لا حاضر ولا دستور. اوف على هالقلة الذوق. جد فريد؟ هي مو قصدها بس خايفة عليك. وانت شو دخلك؟ لا تنطقي وتحكي وتقولي جد فريد، ها؟ انا كامي رفيقتك بلعب معك بلاي ستيشن وفيس وانستا، وكنت عم تعلمني على تويتر قبل ما اطلع على التخييم. انا شو هالدبقة هاي؟ اذا تعاملنا معكم بشوية ذوق وادب واخلاق بتاخذوا وش على كيفكم، وقت اللي بدكم بتفوتوا وبتطلعوا وبتجوا لعنا ومن غير موعد كمان. بابا جدا شو نسيتهم؟ هذول جولييت وكامي. لا ما نسيت، هاي جولييت يلي دلقى حال علي دلق وبدي ياني اتجوزها لانه مو حدا عم يتطلع فيها. انا؟ ايه، وهي كامي يلي حابه محمود وهي حاببته، بس اثنين مثل الهبلان ما عم بيقولوا لبعض. جدا؟ شو جدو؟ خلا مفكرني فاقد الذاكرة. انا فريد، انا اللي دلقى حالي عليك دلق. ايه، انت يلي منك عارف كيف بدك تخلص مني. ايه اوموديو، يا ريتك فاقد الذاكرة وما سمعت يلي عم بحكي معك. تهرس معك شو عم تحكي هلا؟ ارفال موشير، انا كتير حزينة وزعلانة منك كتير. ارفال فريد، بوعدك بعد اليوم ما عاد ازعجك ولا عاد تشوفني. يلا كامي امشي. اكثر من البطاطا. امشي كامي، هيدا البيت ما بيعرف الحب. محمود كلكم كذابين. لا بس محمود عد. محمود اذا بتروح وراهم هدول الجماعه لا من توبنا ولا من توبهم، واذا رحت وراهم لا انا جدك ولا جواربك من جواربي، فهمت؟ ليش هيك عملت يا ابي؟ ليش؟ لانه هيك لازم يصير، مو حرام يتاثر فيك. روح دور على رزقك، روح اشتغل، روح شوف حياتك، ما طلعك من البيت مثل يلا. وانت منى؟ نعم. قومي جيبي لي صحن، بدي اكل كنافي، بدي حلي تمي، فهمتي ولا لا؟ يلا. بأمرك يا ابي، بأمرك. هلو بمقلب حزين، اخي رامي بده ينتحر، عم اعمله. لا لا رامي لا تنتحر. بلا بلا بس ما ردوا لي، بدي اشوف رد فعل الناس. اسكت لي يا شوي. بدي شو اسوي؟ اسوي بدي انتحر، بدي انتحر. احنا منتحرين خلقك اليوم. لا تعامل حل عني هلا. تضحكي بدي انتحر. بس شو بدك بهالشغل؟ ليه بدك تنتحر؟ بص ليش يأسن هيك من هالدنيا؟ الله يرضى عليك، اترك الله يرضى عليك. حبيبي انت شاب حلو ومرتب، ما توقف حياتك عند بنت. شبك يا عمي، يا عمي تروح. طب خلص بلا ما تنتحرش، مشيلة. واحد اثنين. دقيلهم من تليفون، قليلهم عم يموت. شو بكم يا جماعة؟ ما في شيء زعلانكم؟ إلا بوير الكاميرا خلص. لازم ناخذ جدو على الدكتور. ايه لانه صار وضعه خطير وحالته تعبانة. لك كيف صارت معه هالقصة بهالسرعة؟ ما بعرف. هلا محمود انت عن جد بتحبها لكامي؟
هي بتحبك؟ ما بعرف، هيك بين معي اليوم. راحت عليك يا محمود. ليه؟ لأن بشخصية جد الجديدة مستحيل يجوزك كامي. رح حارب الدنيا كلها لأتجوز كامي. برافو عليك، أنت راح تدافع عن حبك لآخر رمق. يعني كامي راح تصير مرت أخي؟ مبسوط محمود؟ كثير. لك شو مبسوط؟ طاير عقلي من الفرحة. حاسس حالي إنه أنا الوحيد اللي حابب بهالدنيا. حاسس حالي عصفورة وعم حلق. حاسس حالي فراشة من وردة لوردة. حاسس حالي ديناصور ضايع. غزال شارد. آخ لك بدي أعلي صوت الدولة العالم كله. حبك كامي بموت فيها لكامي. وبحبك كمان. وإيه بحبك إيه. ودخلك يا ربي. تحميل ياها أنا بلاها. آخ يا كامي آخ. أحبائي عائلتي جميلة، تحية وبعد. بعرف إنك رح تتفاجئوا بهي الرسالة، وأنا آسف لأني ماني أدران ما أجاكم بالحقيقة. يمكن لأني أنا أضعف من أن أشوف واحد منكم زعلان أو نازل من عين دمع. صحيح أنا أحياناً بقس عليكم، بس آخر يوم بيناتكم كنت أكثر من العادي بكتير. كل هذا لخليكم تكرهوني وما تتذكروا مني أي شيء حلو، لأني ببساطة أنا خبيت عليكم سر. الحقيقة هني سرين. الأول إنه بالتحالي طلع معي مرض خطير وما راح أعيش أكثر من 10 أيام، لهيك فضلت إني أبعد عنكم وفارق الحياة مثل أي كائن نبيل ولحالي وبدون ما سبب لكم ألم. أما السر الثاني وهو الأخطر بالنسبة لي، الحقيقة أنا ادعيت خلال كل عمري يلي راح إني أنا شيف مشهور وطباخ معروف. الحقيقة هاي إني بحياتي ما عرفت أقلي بيضة. صحيح كنت أشتغل بمطعم، بس كنت أشتغل بجري الصحون وأكتر. حتى المطعم يلي قدرت أعمله شراكة مع واحد من أصدقائي خبيت عنه هاي المعلومة، وكنت أقله الشي بس بأشياء ما بيطبخ. وهلأ بما أنكم عرفتوا كل الحقيقة بودعكم، بودعكم يا أغلى الناس على قلبي وداعا. شدكم فريد يا الفريد. سري للغاية منى ابنتي الغالية، هاي الرسالة تقريها بوجود الجميع وبوجود جوليان وكاميليا. أبوك الوحيد فريد.
رامي عبقرين عصرك، سامحني إني ما رح أقدر أكون معك لما بتستلم جائزة نوبل. سامحني يا جد وسامحني. منى بنتي الغالية، أنا آسف إني رح أتركك بهاي الغابة لوحدك، بس ما عندي حل تاني. لارا جدو حبيبة قلبي، أنا آسف كتير إني ما رح لحق أشوفك مدير بنك أو رئيسة عصابة. سامحيني يا جدو، سامحيني بخاطرك. بتعرف يا محمود ليش ما بعطيك وش؟ بضل اقسى عليك لانك معي وانا بس الواحد يقول لك كلمة حلوة تنشط شط وتمط مط، وما بتعود بتتهدى وتنجلق جلق. بس شو بدي اقول؟ الحقيقة اني راح اشتغلك يا محمود، وراح اشتغلكم كلكم. سري للغاية منى ابنتي الغالية. بابا لا يكون عمل بحاله شيء. رامي حبيبي قوم، قوم حبيبي قوم، عنا اجتماع بعد 10 دقائق. قوم اجتماع؟ ايه الصباح؟ يلا قوم. وليه؟ تقشف جديد؟ يمكن اضرب رامي، يمكن اضرب. قوم لحظة بس. يلا هون رايح على الصالون. وينك يا بابا؟ ايوه بونجور مسيو فريد مدحت الفريد. ايوه انا فريد مدحت الفريد. معك جينجر من مشفى النوادر. مسيو فريد عندي خبر لك. قولي يلي بدك اياه، يلي بدك تقولي انا عرفان وبعرفه، ما عندي مشكله. تفضلي قولي. لا لا الخبر كتير حلو. انا غلطانه بالنتيجه اللي اعطيتك اياها مسيو فريد، مخربطه بينك وبين تحليل حدا تاني. بس عذرني كنت كتير معجوقة وما بحكي مع ماي اكس بوي فريند وتخنقنا، ما انتبهت على اسمي. يعني انا 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 ما فيني شيء ابدا. مثل الحصان. شو مثل الحصان؟ قول مثل هيركليز. معقول؟ يعني انا مش مريض، انا ما فيني شيء. على فكرة انا لما شفتك كتير اعجبت فيك، وهيدا رقمي. احكيني اذا حابب. حابب؟ أنا آسف جداً، أنا بشكرك على مشاعرك النبيلة. بصراحة أنا بعد خطيبتي وحبيبة قلبي جيجي اللي هي روحي ودلالي وعمري والأماري تبعي، ما ممكن حب حدا تاني. جيجي نيالة محظوظة. عموماً إذا فسخت حكينا. باي. يلا باي باي باي. يعني أنا مش مريض، أنا مش مريض، يعني أنا ما فيني شيء، أنا مثل الحصان. بس الرسالة أنا لازم لحق قبل ما يرجعوا يقروها. يلا
قومي اجتماع طارق، قومي طارق. ما قلتها وخلصت، قومي. يلا محمود، قوم اجتماع طارق. ليك طارق، ليك صحصح معي، ها صحصح لبين ما احكي مع جولييت وكمين. يا ينزلوا، سامع كامي؟ كامي يا الله كامي، شو كيف تشوف شعراتي هيك وعيوني مبجبجة؟ كامي كامي رسالة أخرى بوجود الجميع وبوجود جولييت وكاميليا، أبوك الوحيد. أنا فقت الصبح وما لقيت بابا بالبيت، جيت لهون لقيته تارك هي الرسالة على الطاولة هون وكاتب عليها أنه لازم أقراها بوجود الكل. أنا خايفة يكون عمل بحاله شي لأنه ماله بالعادة يعمل هيك. حبيبي فريد وين بيكون راح؟ انه صحي امبارح حكينا حكي مش حلو، بس هو مريض ولازم نلاقيه. جيجي امسكي اعصابك، انا كثير خايفه. بابا جدو فريد، بابا وين كنت؟ وين كنت؟ قلقنا عليك كثير. انا اسف منكم يا اولاد، انا اسف على الشيء اللي عملته فيكم امبارح. أنا كنت كاتب لكم رسالة اعتذار عن الشيء اللي صار امبارح وشو عملت فيكم، بس قلت بفضل إني إجي لكم إياه وش لوش. يعني ما قصدت يلي قلت لي إياه امبارح؟ أكيد أكيد، ولا كلمة ولا حرب ولا نفس حتى، ولا إشارة تعجب ولا استفهام حتى كمان. حلوف وحيانتي معزتك يا أموري يا جيش. خلاص صدقتك. وقلت يا أولاد كامي، أنا بعتذر إني كشفت السر اللي بينك وبين محمود، وبعتذر إني كنت قاسي شوي معك بالحكي. معلش رامي، أنا رح ضل رافع راسي فيك وفخور فيك ورح ضل فخور فيك حتى تاخذ جائزة نوبل. لارا حبيبي جدو يا عمري، بعتذر منك كثير يا عمري إني عيطت عليك امبارح. منى بنتي الغالية حبيبة قلبي، بعتذر منك إني ذكرت لك اسمه لش اسمه 4-5 مرات. أنا بصراحة كنت مارر بظروف صعبة وقاسية كتير ووضع نفسي كتير سيء، بس أنا بحمد الله وبشكره إن كان أنتوا حوالي وطلعتوني من الحالية اللي فيها. أنا حبيبي يا بابا جدو، جدت اعتذر مني أنا كمان. جدو انت اكبر مصيبه مرقت علي بحياتي واكبر مرق علي بكل حياتي. هلا اتاكدت انك رجعت طبيعي حبيبي. يا جد حبيباتي انا بحبكم كثير 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 كثير. جيجي مي امور. هلو، بمقلب جديد اليوم كاميليا ورامي حبوا يعملوا برنامج مسابقات، وانا شو دوري؟ تعالوا نشوف شو دوري. اهلا وسهلا فيكم ببرنامج مسابقات السعادة مفتاح، لنشوف مين هو اول متسابق معنا. جائزة هي $1,000. مين بنى قلعة ارمي بشمال سوريا؟ احتمالات في، لو سمحت عم بحكي مع شخص. ارميتاج، انا عارف شمال سوريا. ارميتاج ما اسمه ارمي. لا خيي خلص، ارميتاج. لا ما بيعرف ولا انه نعم ما بتعرف الجواب. مسكول يلا هو راحت من هون. انا بقول سيرو ب 1905 بناها. برافو. بتعرف كمان اي سنه انت انه ربحت معنا $1,000؟ يعني مش مقبول شفتي.
كان لازم تفكري، ليه ردت عليه؟ لأنه مالي خلقه. طب معقول ربح $1000؟ ما عليك، بس تعطوا إياها دغري؟ إيه إنه أكيد. مبروك. ما راح أحيط أعمل لك، ما راح أحيط. أنت مش مسقفة خالص شكلك. نعم؟ ما عندك سقافة بالخالص. هيك الهيئة بس بهيدي الشغلة. كملي. تعيش يا دغري. لك شوفي شوفي بضلك عم ترعبنا، شوفي. ما عم صدق اللي عم شوفه، ما عم صدق. شوفي قول بقى. بتصارك مشاهدات اكثر من 100,000 ونزلت لنا اول دفعه بالقناه تبعيتنا. احفظها ولا احفظها.